صباح النور والسرور وتيسير الأمور بإذن الله. وحياكم الله من جديد مشاهدين الأعزاء. موضوع فقرتنا اليوم عن ألوان الموسم الخاصة بغرف المعيشة أو غرف الجلوس، وأتمنى إنها تعجبكم. لمحبي التجديد والشعور بالتغيير بديكور البيت، سواء بتغيير اتجاهات أطقم الأثاث أو تغيير ألوانهم أو حتى ألوان الإكسسوارات، وممكن بعد تغيير لون الجدار. الأفكار كثيرة ومتنوعة، والحين بستعرض لكم بعض هذه الأفكار لألوان الموسم. الأزرق القاتم أو الكحلي، يلعب هاللون الدور مهم وجذاب في ديكور المكان وقطع الأثاث، ويملي أجواء الغرفة تفرداً ورقياً. ومن الممكن تضيفون أجواء ديناميكية في إنكم تدمجونهم بألوان دافئة مثل اللون الأصفر، يعني تقدرون تستخدمون الوسائد الصغيرة المعروفة باسم الكوشنات أو الأكسسوارات، لأنه لون جريء ومعروف بحيويته وإشراقته وله لمسة جمالية فنانة في المكان. الأخضر ودرجاته، لعشاق هذا اللون ولمحبي مواكبة آخر صيحات الديكور، فنبشركم إنه ضمن ألوان الموسم. الأخضر له تأثير حيوي وجميل ومريح على النفس. ممكن تختارون قطع الأثاث بلون الأخضر الملكي الفخم، وممكن بإضافة ورق جدران برسومات أوراق الأشجار، وتعيشون أجواء الغابات الخضراء. الرمادي بدرجاته يعتبر من الألوان الرائقة والراقية جداً، وغير إنها تعطي شعور باتساع المكان ولها تأثير مريح وهادي على النفس، ومناسبة جداً لغرف المعيشة اللي مساحتها صغيرة. الألوان الترابية ودرجاتها تتمتع بمميزات كثيرة، أبرزها إنها تحافظ على جمال المكان وما تنتهي موضتها، لأنها تلائم أي نمط للديكور سواء كان عصري حديث أو ريفي أو حتى كلاسيكي قديم. والأجمل في هذه الألوان أنكم ممكن تدمجون ألوان دافئة من أكسسوارات وستاير وسجاد وحتى لوحات ديكورية أنيقة أو مزهريات. الخيارات كثيرة لمحبي التجديد والتغيير، وعندكم مجال كبير إنكم تبدعون في تصميم المكان. إلى هنا مشاهدين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم، واتمنى إن الأفكار فادتكم والنماذج عجبتكم. أتمنى لكم يوم موفق وسعيد. مع السلامة.